Please. You can also turn the signal, this flasher signals. Yes. Thank you. Yes. One touch. مزنوق ورا الحق اصورك. لا 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 تعرف ايش السيستم الجديد؟ ايوه اوكي اسمه If somebody you don't like, أيوه. you want to check out, أيوه. it's coming back. Who got with them? أيوه. What are you doing? تعرف شوف تبغى عارف السارة حق جيمس بوند عارف السارة حق جيمس بوند ما كنت تطير لفوق لو قول فين كنت تطير لفوق هذا تطير قدام But it's also at least you're offering it. You know that you have the captain chairs. These are captain chairs. هذه كراسي تتحرك لقدام بضغط الزر. هنا عندنا إضاءة على شكل أجنحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معلش تعرفوا لما يكون في حفلة والصحفيين كتار فنوعا ما أنا لازم أضطر أستعجل بسرعة لأنه تعرف ما شاء الله مجموعة الصحفيين الإعلاميين كلهم موجودين وفي جدول يكونوا ماشيين عليه لكن خليني أديكم السيارة على وجالة السيارة 2016 الهوندا البايلوت الجديدة إيش اللي فيها جديد؟ باستثناء المحرك تقريبا كل شيء جديد الشاصي جديد التعليق حق السيارة جديد الجير بوكس محسن بشكل رهيب حاطين فيها تورك فيكتورينج اللي هو التوزيع الوزن حق حسب العزم حق السيارة من قدام بالكراتشات المحرك 280 حصان الأحسن أعلى القديم كان 253 حصان الجديد 280 ردة فعل الجير بوكس والديفرنسات في الرملة أحسن ب 46% صرفية البنزين أقل حوالي 10% طول السيارة أطول بحوالي 90 ملي وارتفاعها انخفض بحوالي 25 ملي السيارة تصنيع أمريكا وتصميم في مصنع هوندا أوهايو وكاليفورنيا في لوس أنجلوس اجتمعوا صمموا أحسن شيء شافوا كل الموجود في السوق وحبوا ينافسوه بشكل معين هوندا دائما مشهورة في منطقتنا بالهوندا الأكورد إنها سيارة مريحة سيارة ناعمة سيارة عملية فحبوا شوية يزيدوا عن عملية سيارة ركاب سيدان وحبوا يركزوا على قطاع الدفع الرباعي أو السيارات العائلية بالراحة المشهورة عن شركة هوندا الآن من ضمن الأشياء اللي محسنين السيارة زي ما قلت الطول والعرض والارتفاع مخفض 25 الطول زي 90 ملي السيارة جربوها في أربع أماكن في كاليفورنيا جربوها في مينيسوتا في أقصى الشمال في أمريكا محل متلج دائما 40 تحت الصفر
والله يسلمكم جربوها في دبي في الصحراء والرمل عندنا في جونا، وجربوها في روسيا وصلوا لقناعة معينة وكل التحسينات المطلوبة في السيارة، عدد 3 صفوف ركاب، إرباقات لغاية الإرباقات اللي احترمهم في السيارة دي، إنه الإرباقات وصل لغاية وراء. طبعا هذه فئة التورينج اللي هي أعلى شيء، أنا ما شفت أقل شيء، حيبان معنا. المعتاد حق هوندا دائما تلاقوهم أخذوا يعني الطبلون الجيربوكس أخذوها من سيارة واحدة بوزعوها على كل السيارات، بس في تحسين. الشاشة الداخلية 8 إنش واللي في النص قدام قدام السواق 4.8، يعني حاطين فيها مواصفات جدا رائعة. اليوم حيكون لنا تجربة على السيارة، هنشوفها مع بعض سوا وهنديكم الانطباع حقها الفعلي زي ما احنا شايفينه عشان تشوفوا، يعني تشوفوا برأي عينكم بشوفة عينكم. خليكم معنا اليوم وإن شاء الله كده نقدر نديكم عن السيارة صورة كاملة، على الفكرة عنها صورة كاملة. شكرا لكم. احنا الآن طبعا في كونفوي، قافلة ماشي مع بعض، عندنا حوالي 140 كيلو هنمشيها سوا اليوم. أنا في الهوندا البايلوت بس مش الفول اوبشن اللي اقل، الاختلافات الجنوط 20 او 18، فتبريد الكراسي وتسخينها وبعض الاوبشنز الثانيه الاضافيه شويه منها فتحات السقف، النافيجيشن، هذه تقريبا اختلافات بشكل اساسي، يمكن بعض الاختلافات الطفيفه هنا ولا هناك. احنا الان حكون مشوار حوالي 33 كيلو على الاسفلت، بعدين ندخل على الرمله، بعدين نبتدي نغير السواقين، لانه احنا تقريبا 3 اشخاص في السياره، ف كل فترة كل واحد يدي له فرصة حق السواقة. الآن إيش انطباعنا عن السيارة؟ السيارة بشكل عام أنعم، أهدى الصوت، وحنقيس الصوت الآن كالمعتاد. خلينا أوصل لسرعة 90 كيلو وأقيس الصوت عشان نخلص قبل ما أنسى. ما شاء الله تبارك الله. دقيقة هي عيدها تاني. تسعة وخمسين فاصلة 4 دسبل واحد. طبعا كمان برضو اسفل دبي برضو سحري شوية مقارنة بالسفلت اللي عندنا، فهذا الدسبل يعني الآن أقل دسبل صورته في السيارة إلى الآن تقريبا من أقلهم. الآن السيارة زي ما قلت أنعم، أهدى، حتى سواقتها لا تحسها كأنها سيارة سيدان باسنجر بس مرفوعة، أخذها حتى ما في عملية تحس إنه في نوع من العنف في تحويل الوزن من قدام لورا ويمين لشمال، لا ماشية حتى في الملفات تحسها أقرب ما تكون فعلا، لأن هي مصنوعة في أمريكا، فأقرب ما تكون لنعومة السيارات الأمريكية في الركوب والوسع وفي الراحة. حتى ما شاء الله من جوا يعني لما أمد يدي لغاية أوصل الشباك الثاني صدقا أمد يدي للآخر وما وصلت للشباك، ففيها مساحة طيبة. الارتفاع خفضوا 25 ملي، السيارة زاد طولها 90 ملي، بين الكراسي الخلفية صف الثالث والشنطة. السيارة تجي دفع أمامي ودفع رباعي، وحيبان معنا اليوم كيف أداها في الصحراء في الرملة، وحيكون في معنا برضو في بعض سيارات التويوتا كمان، حابين نشوف المقارنة بينهم كيف حتكون. الفرامل طبعا واحدة الأشياء اللي عملوها تعديل لمنطقة الشرق الأوسط كراتي، غير انه سيارة اوطى عشان هنا الناس نوعا ما تميل انها تدخل في الرملة، فرفعوا السيارة ارتفاع عن الارض حوالي 11 ملي عن الارض عشان الرملة تدخل فيها تقدر تخش في رملة اكثر. والله يسلمكم التبريد حق الراديتر او التبريد حق التكييف كبروا اضافيا عشان يستحمل الحرارة العالية، وأقمشة الفرامل كمان صارت أسمك من أقمشة الفرامل العادية عشان تقاوم الحر حقنا وما تضعف وتمسك بشكل أفضل، خصوصا أنها تكون السيارة محملة ركاب أكثر. خليكم معنا اليوم إن شاء الله كده، وأنا أخذكم فرجة على السيارة وإيش كل تفاصيلها كاملة مع بعض. سابيض
الان احنا كده على عجاله. السياره زي ما احنا شايفين بصراحه اليوم لاول مره. دائما اكلم بر سيارات يابانيه افتكر سيارات نيسان تويوتا. اوكي سيارات نيسان وتويوتا وافتكر اسامي سيارات متسوبيشي. هوندا ما كانت تخش في السياره ده في الرباعي، لكن اليوم لاول مره اشوف هوندا غيرت اسلوبها شويه وابتدينا نتكلم على سيارات دف الرباعي اللي ممكن تخش السياره فيها بشكل جيد وعملت شغل حلو. الان الله يسلمكم، طبعا المعتاد حق هوندا حكايه الايكونومي حق صرفيه البنزين الاقتصادي. عندنا كل شيء قدامنا، السياره 3 سور ركاب وما شاء الله واسعه حلوه. من العيوب اللي شفتها في السياره الدركسون تحريك يدوي، شايفين تحريك يدوي الله يسلمكم تحريك يدوي، وما في منطقه عمياء على اليمين لكن ما في منطقه عمياء على اليسار، فهذا احنا شويه اتمنى ان شاء الله ايش انتبهوا لها. والاسعار اذا ماني غلطان اظن تبتدي من 128 الف درهم امارات لغايه حوالي 180 الف حسب المواصفات حقتها ودرجتها. فالسعر كمان 180 الف على قدمه رائع لكنه كمواصفات، لكن كسعر غالي شويه. هذا الإضاءة حقت السيارة في الليل، هذا كراسة خلفية. عندنا هنا كمان الباب الجانبي، هنشوف الكاميرا الأمام من الآن. واحدة من الأشياء الحلوة في السيارة دي فتحات التكييف واصلة للصف الثالث من الكراسي، فتحات التكييف والإيرباقات فوق كمان موجودة، فشيء جميل إنه فتحات التكييف في الصف الأول والثاني والثالث واصل. شوفوا هنا واحدة وهنا الثانية فتحات التكييف، الإيرباقات واصلة لغاية السقفورة، وعندنا الله يسلمكم هنا فتحات التكييف في النص وفتحات التكييف في الأمام. الان زي ما انتم شايفين الله يسلمكم، معلش كل شيء على عجاله. هذا انا قاعد في الصف الوسطاني وما شاء الله شوفوا المساحه حقت يعني الجلوس هنا فيها يد تقريبا، وللسقف الله يسلمكم شوفوا للسقف هنا كمان برضه في كمان 5 أصابع ثانيه. سياره واسعه مريحه، وهذا المعذره وكل شيء كذا ملخبط وظلام وليل ونهار، بس يا دوب كل ما الحق الاقي لي ثانيتين اصور لي حاجه هنا ولا هناك. اليوم بعد يوم طويل الله يسلمكم خلصنا اخيرا التجارب وفي الصحراء وفي الرمله. بصراحه اديكم الخلاصه المختصره، معلش شويه يمكن لو الاضاءه ضعيفه ماني حابب ادوش. ايوه بيض الله وجهك، شكرا. ماني حابب شويه اضايق السواقين لانه احنا ما شاء الله جروب صحفيين اعلاميين، فكل شويه بيتغير واحد السوق، لكن المختصر المفيد السياره جميله جدا لاول مره في حياتي. طبعا زي احنا شايفين احنا هذا كونفوي قافله ماشيين مع بعض ومرتبطين انه احنا بخط سير معين، حتى في ورانا سيارات كمان هناك. السياره بالشكل العام بشكل اجمالي السياره جميله جدا. لاول مره في حياتي يخطر على بالي انه ممكن هوندا، يعني عاده لما نقول هوندا سيارات دفع رباعي ياباني امريكي في كثير، مثلا ممكن نتكلم عن الجيب، نتكلم على الله يرحم ايام البرونكو من زمان الفورد وغيره في الجي ام سي، لكن نتكلم ياباني. عندك نيسان، عندك تويوتا، وعندك المتسوبيشي، هذه اكثر 3 اسماء. هوندا ما كان يخطر على بالك انك تاخذها وتطلع فيها بر وتغريز، لكن الجديده اثبتت بشكل رائع وقاطع انه سعرها على قدنا 3 صفر ركاب، جايه تنافس بقوه. المواد الخام موجوده ممتازه جوا، تبريد الكراسي، التصحيح حقها، تكييف، الدرجات تبتدي من 128000 لغايه 170000، 170000. طبعا الاسعار الان ما هي النهائيه لان ما هي معلنه بشكل واضح، وانا بديكم السعر هنا بالدرهم الاماراتي نوعا ما يختلف من بلد لبلد على مستوى العالم العربي ودول الخليج. فتحات التكييف الاماميه والوسطيه الخلفيه جباره، ايرباقات داير ما يدور، كاميرا اماميه رائعه موجوده لليمين. في حاجات بسيطة جدا ناقصة من السيارة، زي ما أقول يعني الكمال لله.
ما في سيارة، اللي يبغى سيارة في الدنيا كاملة بدون أي مشاكل ما تصنع لغاية الحين. هذا إن شاء الله سيارة بدون عيوب في الجنة. في الدنيا هنا لازم شيء كده أو كده، تلاقوا فيه بعض الأشياء البسيطة. لكن ياريت في كان مثلا منطقة عامية في اليسار أو هيد أب ديسبلاي، ممكن كنوع من الدلع حلو على السيارة دي، لأنه كل المعلومات أمامك موجودة، ما تحرك عينك من أي مكان. جبار الجيربوكس 6 نمر، في جيربوكس حيجي في المستقبل متوقع، نقول يا رب 9 نمر، بس لغاية الحين ما جابوه هنا الوكالة. ساحب بسيط، حبوا تأكدوا أنهم هم في الورش وتكنيكلي يكونوا مستعدين بالكامل، وأتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام نشوف هنا الجيربوكس 9 نمر. لكن بشكل عام السيارة رائعة، أنا ما توقعت أبدا في يوم من الأيام أنه ممكن آخذ سيارة هوندا، وكنت طول الطريق متوقع أن أغرز وهي لحظة. السيارة أبلت بلاء رائع ما توقعتها، وناعمة يعني حتى في الحفر، في المطبات، في البطانج، في الطلعة، في النزلة. وجماعة هوندا ما قصروا ما شاء الله، أخذونا في أكثر مكان، الواحد يعني ماشي برجوله وغرز مو بالسيارة، لكن السيارة رائعة. للأسف كان الوقت تأخرنا، ولا كان حاخذونا يا دوب لحق تصوير، ما كان واضح كثير، كان في عملية أن تركب السيارة تطلع في الرملة وتغريز وطلوع ونزول، إبداع. السيارة ما توقعت أنها تطلع في تل مرتفع بالشكل ده. هذا عارف نيسان تسويها، تويوتا تسويها، الباجيرو تسويها، لكن هوندا، هوندا طول عمرها سيارات نواعم وحلوه وسيارات ركاب وعلى سويلد زي الهوندا الاكور. لكن واضح ان شركه هوندا بتدعم وبتعزز وجودها في قطاع السيارات العائليه. جاء عندكم الاوديسي جباره، والبيبي اوديسي ابتدوا فيها، ودحين دخلوا بالبايلوت ابدعوا فيها، لسه حيجينا السيفيك كمان، شفت صور للسيفيك مبدئيا، جبار السياره. فعموما خليكم معنا، شكرا لمتابعتكم، وان شاء الله لتجارب ثانيه كثير، وشكرا لشركه هوندا، شكرا، كل عام وانتم بخير يا رب.